على متن قطار هذه المرة يعود بوريس جونسون مجددا إلى جلاسكو قبل يومين من اختتام قمة علق عليها العالم الكثير من الآمال، لكن ما تحقق منها حتى الآن كما يرى كثيرون لا يلبي طموحات الكوكب. وربما لهذا يلقي رئيس الوزراء البريطاني بثقله في المحادثات النهائية سعيا وراء التوصل لاتفاق يلبي هذه الطموحات. العواقب ستكون خطيرة على الكثير من الدول كالظروف الجوية شديدة السوء وارتفاع مستوى سطح البحر. الهدف ما زال يمكن تحقيقه ولكن الأمر صعب للغاية. في الوقت نفسه تظهر أولى ملامح البيان الختامي الذي يدعو الدول لمراجعة وتعزيز أهدافها المتعلقة بالانبعاثات بنهاية العام المقبل، على أن تعلن في الوقت نفسه خططها للوصول إلى الصفر في الانبعاثات الغازية بحلول منتصف القرن الحالي. وتشدد مسودة البيان على ضرورة الإسراع في الانتقال من استخدام الفحم والوقود الأحفوري إلى الطاقة البديلة وزيادة دعم الدول النامية للتكيف مع آثار التغير المناخي. هناك بعض الجوانب الإيجابية في البيان، ولكن لغته ما زالت غير حاسمة، وهو يستخدم تعبيرات محددة فيما يتعلق بالتمويل، كما أننا نحتاج إلى مزيد من الزخم فيما يتعلق بالتكيف مع أثار التغير المناخي وعلاج أثاره السلبية والمدمرة. وهو زخم يحتاج متابعة خلال السنوات المقبلة، سواء من خلال كوب 27 التي ستستضيفها مصر أو كوب 28 التي طلبت دولة الإمارات استضافتها، وأعربت في كلمتها خلال القمة عن استعدادها الكامل لاستقبال العالم عام 2023 بحثا عن سبل أكثر فعالية لإنقاذ الكوكب من آثار التغير المناخي. مسودة بيان ختامي متوسطة القوة بحسب وصف النشطاء المدافعين عن البيئة، وجهود اللحظات الأخيرة من بوريس جونسون ومعاونيه لإضفاء المزيد من القوة على البيان الختامي سعياً وراء تحقيق نتائج ملموسة أكثر تمهد الطريق أمام عمل بيئي حقيقي خلال السنوات المقبلة. أشرف سعد، سكاي نيوز عربية، غلاسكو.